كرة اليد، وفي كرة اليد بكرة عندنا ماتش صعب جدا مع بطل العالم الدنمارك. كنا نتمنى ألا يكون لقاء الدنمارك مبكرا، لكن يعني هذه هي الرياضة. كابتن جوهر نبيل نجم منتخب مصر كرة اليد السابق، يعني أولا مساء الخير، ثانيا إيه توقعاتك بقى؟ مساء الفل، مساء الجمال، مساء كل حاجه كويسه وجميله وخير ان شاء الله يا رب. مدام نميت، طبعا منتخب الدنمارك منتخب صعب، منتخب عنده خطوط كلها جيده، عنده لندن وكيفن مولر من افضل حراس المرمى، عنده هانسن افضل لاعب وظهير ايسر تمام، عنده يوهان يانسن وايمان ياكوبسن الجناحين، عنده منتخب جيد. والجون بتاعهم، الجون بتاعهم فظيع. جول امبارح يمكن مباراتهم امام المنتخب الكرواتي، حصل على افضل لاعب في العالم لندن اللي هو اتصاب عن بطوله العالم 2019. بس هل ده مستحيل منتخبنا الوطني يحقق حاجه صعبه؟ خلينا نتكلم عن التاريخ، تاريخ كره اليد تحديدا، اللعبه اللي احنا فيها بطوله عالم موجوده في مصر، التاريخ بيقول ما فيش حاجه اسمها مستحيل. منتخب الشباب 93 كان صعب يكسب بطولة عالم، لعب قبل النهائي مع السويد كسبهم، لعب نهائي مع الدنمارك كسب، وانا كنت شرفت ان انا اكون موجود في الجيل ده. 95 في ايسلندا لما اول مره منتخب الرجال يحصل على المركز السادس في ايسلندا في بطولة عالم، ما كانش في حد يتخيل ان احنا نكسب تشيك ولا نكسب رومانيا ولا حتى نخسر خامس ثالث امام منتخب الروسي، لافاروف، تورجمانوف، توتشكن، ناس كتير كان ابطال عالم وخسرنا فرق واحد، كان خامس ثالث حصلنا على المركز السادس. 2001 في فرنسا دور الثمانيه كنا لعبنا في الدب الروسي زي ما بيقولوا، منتخب روسيا القوي جدا كسبناهم، كان صعب او مستحيل ان احنا نكسبهم، ودخلنا قبل النهائي امام فرنسا في فرنسا، وكان جاك شيراك كان حاضر المباراه وخسرنا فرق هدفين بشكل دراماتيكي تحكيم. طب الناشئين السنه اللي فاتت والشباب، هل كان في حد يفكر ان احنا نكسب كاس عالم شباب يد؟ ما كانش في حد متخيل. كسبناه السنه اللي فاتت وحصلنا على المركز الثالث كمان منتخب. قصدي اقول ما فيش حاجه اسمها مستحيل يا مدام نميل، احنا اللي بنقول اللي هو مستحيل او مش مستحيل. مش عاوز اقول لك بالمعدن احنا فضل. يعني لو عايز تقول يعني ايه النصيحه للفريق يظبط ايه؟ يعني ايه الحاجات اللي محتاجه تظبيط؟ هل احنا التهديف عندنا، السكورنج عندنا معدلاته مش بالقوه او مش بالكفاءه اللي ممكن تخلينا نوصل؟ مدام يوسف، واضح ان حضرتك متابعه كره يد كويس وبتتكلمي في نقطه مهمه جدا، وكانت مشكلتنا في مباراه مصر امام منتخب سلوفينيا هو الهجوم، ولكن مش الهجوم فقط، مفتاح اللعب، مفتاح المكسب اللي احنا نكنترول ايقاع المباراه من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، لازم نبطئ ايقاع المباراه على مستوى الدفاع، مستوى الهجوم، مستوى الفاست بريك. الايقاع بتاع منتخب الدنمارك قوي وسريع جدا جدا جدا، فبالتالي ما ينفعش احنا نكون سرعة نواكبهم في السرعه، لازم احنا نخليهم هم اللي احنا نبقى بطاء ونجبرهم ان هم يكونوا بطاء، لان الكوره لازم تكون عزيزه جدا في الهجوم، الكوره ما تطلعش غير بسعر، حتى اللي بينفرد بلندن او حتى كيفن مولر لازم يبقى وهو بيصوب لازم يستنى لحظات يشوف يبص كويس على الجول في تحركاته ويبتدي يشوط. الدفاع المتمثل في احمد محمر وعلي زين وهاشم ويحيى الدرع لازم في حته النص يكون مقفوله، لان عندهم بلاي ميكر ذكي جدا، هوم جاكوم وماد لارسن بيلعبوا كويس مع لاعب الدايره، فلازم منطقه النص تكون مقفوله. من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه 16 لعيب بالاداره الفنيه لازم يكون واقفين على ضوافر رجليهم ومركزين مع منتخب قوي جدا. مفيش حاجه اسمها مستحيل، انا متفائل ومتفائل جدا، لان الجيل ده عنده عناصر جيده، عناصر ابطال عالم شباب، ابطال عالم ناشئين، كمان خبرات زي متمثله في الاحمر وهاشم واحنا الدفاع بتاعنا كويس، يعني اعتقد الستاتستكس بتقول ان احنا تاني اقوى خط دفاع في البطوله. احنا من افضل دفاعات المنتخبات اللي موجوده في البطوله المنتخب المصري، عندنا من افضل اللاعبين المدافعين، ابراهيم المصري موجود من افضل المدافعين اللي ظابط ايقاع بشكل كبير جدا، ومعاه طبعا مش لوحده، معاه هاشم ومعاه علي زين ومعاه يحيى الدرع، لا وسيف الدرع، في عندنا امكانيات كويسه جدا. مصر ما اثرتش كتنظيم في وقت صعب،
كمان منتخب مصر لغايه دلوقتي ما قصرش، اللي هو خلاص دخل دور الثمانيه لثاني مره على التوالي في بطوله عالم. طب قول لي بقى لو لا قدر الله دي ده ده دي ماتش نتيجه، يعني لازم لو حصل ان احنا تعادلنا هنلعب اكسترا تايم او وقت اضافي ولازم تحسم. لو لا قدر الله هزمنا هنا بيبقى الموقف ايه؟ لا خليني اقول اذا كسبنا ان شاء الله، انا يعني هقول السؤال بشكل ايه؟ بشكل ايجابي، وانا دايما بشوف النص الكوبايه المليان، وان شاء الله هيبقى مليان بكره. احنا اذا كسبنا باذن الله بكره هنلاعب الكسبان من منتخب اسبانيا والمنتخب النرويجي. ده اذا كسبنا هنلاعب الكسبان من منتخب اول المجموعه الاولى المنتخب الاسباني، وتاني المجموعه الثالثه هو المنتخب النرويجي. إذا خسرنا هنقابل طبعا الفتران، هنقابل الفتران منهم على مراكز ترتيبية خامس وسادس. وأنا إن شاء الله متفائل، وبكرة بإذن الله نتكلم، بنبارك لمصر، بنبارك للشعب المصري، بنبارك للرياضة بصفة عامة وكرة اليد بصفة خاصة، إن إحنا بكرة إن شاء الله نعمل إنجاز بإذن الله بكرة مساء. نصيحتك للعيبة إحنا اللي نفرض رتم المباراة، السرعة. بالظبط كده، بالظبط بالظبط. السرعة. بالظبط. وان شاء الله ده هيحصل، وده احنا عندنا الناس اللي تقدر تكنترول الكلام ده. حراسه مرمى هيبتدي لندن، حارس مرمى جبار، عندنا كريم هنداوي، عندنا الطيار، يعني شفنا الاداء الجيد والنسب العاليه جدا 38 39%. طيب فالخسران هيقابل، يعني هيقابل مين بقى؟ الكسبان او الخسران، لو احنا لو كسبانين هنقابل الكسبان من اسبانيا والنرويج، لو خسرانين هنقابل الخسران من اسبانيا والنرويج. هنقابل الخسران برضو ليه؟ عشان نشوف الترتيب. يعني عندنا لسه مباريات لسه طبعا. عشان يبقى الترتيب بقى من الخامس للثامن، من الخامس للثامن. من الخامس للثامن. ونظريا لو هنتكلم على اسبانيا والنرويج المفروض اسبانيا تكسب نظريا. لكن الجانب العملي على الارض الدنيا بتكون مختلفه طبعا، والظروف بتكون مختلفه. بشكرك كابتن جوهر نبيل نجم منتخب مصر كرة اليد سابقا، ونتمنى طبعا التوفيق للفريق المصري. يعني الدنمارك صعبة لكن المعجزات مش مستحيلة، واحنا التحدي عندنا دايما بيشحن اللعيبة وبيخليهم في أفضل يعني حالاتهم وفي أفضل لياقتهم. نتمنى لهم كل توفيق، ويا رب بكرة يبقى يوم سعيد على مصر.